بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدعونا في هذه الجلسة الخفيفة الشيقة إن شاء الله أن نتطرق إلى واحة الشعر وأقوال الحكماء الحكيمة في شهر رمضان المبارك. ولنبدأ إخواني في الله بأقوال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: طلبنا ترك الذنوب فوجدناه في صلاة الضحى. هذا الإمام الشافعي يقول حكما، طلبنا ترك الذنوب فوجدناه في صلاة الضحى، وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في قراءة القرآن، وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة، وطلبنا ظل العرش فوجدناه في محبة الصالحين. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وشاعر يقول: اشتموا من شهر الصيام شذاه، من قبل أن ألقاه وشوقاه، يا فرحتي بقدومه، يا فرحتي ضيف كريم كيف لا أهواه. أشتم من شهر الصيام شذاه، من قبل أن ألقاه وشوقاه، يا فرحتي بقدومه، يا فرحتي ضيف كريم كيف لا أهواه. يا رب بلغني وكل أحبتي نفحات أنسك فيه يا الله. وآخر يبدع فيقول: جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. الله أكبر. أما الشاعر أحمد سالم بعطب فيقول: رمضان بالحسنات كفك تزخر. يا سلام. رمضان بالحسنات كفك تزخر، والكون في لؤلؤ حسنك مبحر، والكون في لؤلؤ حسنك مبحر. أقبلت رحمة فالسماء مشاعل، والأرض فجر من جبينك مسفر. هتفت 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 لمقدمك، هتفت لمقدمك النفوس، هتفت لمقدمك النفوس، وأسرعت من حوبها بدموعها تستغفر. يا رب غفرانك والنجاة من نيرانك. هتفت لمقدمك النفوس وأسرعت من حوبها بدموعها تستغفر. استغفرك ربي وأتوب إليك. وشاعر آخر له حكمة وله من اسمه نصيب، الشاعر حسين عرب، في رمضان ضياء خاص، فيقول في رمضان ماذا؟ بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. لك في السماء كواكب وضاءة، ولك في النفوس المؤمنات مكان. يا مشعلا يا مشعلا قبس الحقيقة بعد أن أعيت عن استقصائها الأذهان. يا مشعلا قبس الحقيق قبس الحقيقة بعد أن أعيت عن استقصائها الأذهان. وشاعر آخر يقول، الشاعر فقي، الشاعر السعودي محمد حسن فقي، الشاعر السعودي أيضا يقول محمد حسن فقي مصورا استبشار المسلمين وسعادتهم بقدوم شهر رمضان المبارك، قالوا: بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء. الله. قالوا: بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء، لما لا نتيه مع الهيام ونزدهي بجلال أيامك ووحي سمائي. وفي ليلة القدر يقول الشاعر المصري عفيفي، صلاح عفيفي:
في ليلة القدر الهداية أنزلت فيها ملائكة السماء تنزلت يا ليلة عن ألف شهر فضلت يحلو دعاؤك والقلوب تبتلت. الله أكبر. هذه كانت لمحة من شعراء عبر الزمن الماضي، ليست شاملة ولكنها مضيئة تدفع المرء إلى قياس مشاعره وحبي لهذا الشهر الذي جعله الله جل جلاله ظرفا لفريضة الصوم والتي اختصها سبحانه لنفسه، وهو الذي يجازي المرء عنها وعليها لعلها تشرح الصدور المؤمنة لاستقباله وليرجون الله فيه الإجابة لدعواتهم لهم ولموتاهم ولكل حبيب لديهم، وأن يزيل عنهم وعنا وعنكم جميعا الهم والفرج، وأن يشفي المرضانا ويعافي مبتلانا وأن يعفو عنا، لعلها هذه تشرح الصدور المؤمنة لاستقباله وليرجون الله فيه الإجابة لدعواتهم لهم ولموتاهم وأن يزيل عنهم الهم وأن يفرج عنهم ويكفيهم كل ما أهمهم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم وأيديكم إلى حيث أرادنا سبحانه وتعالى، خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وصحبه وسلم أجمعين.